قصة الفأرة والجمل. يحكى أن فأرة رأت جملا فأعجبها شكله فلحقته قاصدة لفت انتباهه لها، فلاحظ الجمل أنها تلاحقه وأنها تريد رضاه وقبوله، فلحقها هذا الجمل حتى إذا وصلت لباب بيت وقف الجمل متأملا باب بيتها، حيث أن باب البيت الفأرة كان صغيرا جدا مقارنة بحجم الجمل الكبير جدا. فنادى الجمل الفأرة قائلا: إما أن تتخذي دارا تليق بمحبوبك أو أن تتخذي محبوبا يليق بدارك. قال ابن القيم بعد أن أورد الأسطورة السابقة في بدائع الفوائد مخاطبا كل مؤمن ومؤمنة: إما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك أو تتخذ معبودا يليق بصلاتك. إن أكملت القصة اكتب لا إله إلا الله. وشكرا لكم متابعي قناة الأعزاء.